والمردود الفردي هو المعيار الأساسي لتقييم الإطارات على مستوى قطاع وزارة التجارة، وليس إلا ذلك. ومن هنا تبدأ الحوكمة وأخلقت العمل الإداري والعمل الوزاري في وزارة التجارة وترقية الصادرات، حتى يشعر كافة الموظفين والإطارات بالعدل والمساواة. ولأجل ذلك سوف نبدأ قريبا في مخطط تقويم وتكوين لكل الإطارات، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة وجذابة ترتكز أساسا على تحفيزهم وتشجيعهم والتكفل بانشغالاتكم المهنية وتطوير المهارات وتوجيهها وفق متطلبات الجودة في العمل والمردودية. هذا الأمر يخص أيضا تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة، لأنها معنية بتنفيذ خطط عمل القطاع مع الشركاء الرئيسيين من متعاملين اقتصاديين ومنظمات وجمعيات، والجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، وكل المنظمات المهنية والجمعيات ذات الطابع المهني التي ترافق قطاعنا. وقد أعلناها منذ التنصيب أننا سوف ننتهج منهاجا ومقاربة تشاركية، مقاربة تواصلية مع كل المنظمات والفاعلين والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، لأنه قطاع أفقي يمس غذاء المواطن وحياة المواطن اليومية. لذا عملنا راح يكون بمباشرة مع هؤلاء. من المهم جدا تذكيركم أن القضايا والملفات المتعلقة بقطاع التجارة وترقية الصادرات وفق سياسة متجانسة كانت في صلب اهتمامات وتعهدات السيد رئيس الجمهورية ضمن التزاماته 54، حيث تطرق الالتزام هنا وجوبا علي أننا باش نعاود نصوب سياسات الوزارة وفق سياسة الدولة والتزامات السيد رئيس الجمهورية. أذكر منها تطرق الالتزام رقم 13 إلى تثمين الإنتاج الوطني والصناعة المحلية وأولوية الفرص للاستثمار الوطني، مع تفضيل وتشجيع الاستثمار الصناعي الذي يستخدم المدخلات المحلية ويخلق فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي، وكل ذلك هدفه الاستجابة للطلب الوطني وحاجيات المجتمع الجزائري. وتفرض علينا كذلك التحولات الاقتصادية العمل على تقوية الدوائر التجارية والهياكل المحلية لقطاع التجارة وترقية الصادرات، مثل ما أكده الالتزام رقم 14، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عملا بالالتزام رقم 16. وأرجو من الإخوان مدراء التجارة وكل الفاعلين من إطارات وزارة التجارة أن نقرأ جيدا هذه الالتزامات حتى نلتزم ببرنامج الدولة وبرنامج الحكومة. قلت إضافة إلى الالتزام رقم 14 الذي يتكلم عن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وكذا على الالتزام بالالتزام 16 الرامي إلى تنويع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. كما أن مراجعة النظام التجاري والاقتصادي تشكل أولوية السيد رئيس الجمهورية وفق الالتزام رقم 17، ونحن معنيون أيضا بالالتزام رقم 18 في جانبه المتعلق بتلبية حاجيات مواطنين الاستهلاكية وتحقيق الأمن الغذائي، وهي مسائل بالغة الأهمية ونتقاطع فيها مع مختلف الوزارات، لأننا وزارة أفقية نتقاطع مع مختلف الوزارات والمصالح الأخرى للدولة. ونحن معنيون كذلك بمشروع الرقمنة الشاملة للقطاع ضمن التزام السيد الرئيس رقم 22، وضمن مسار إصلاح النظام الضريبي والحوافز والتشجيعات التي تخص الإنتاج الوطني. وفي كل ذلك سيكون علينا بذل مزيدا من الجهود ووضع الإمكانيات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة
ومنسجمة، أقول سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي تنفيذا للالتزام رقم 26 للسيد رئيس الجمهورية. تقييم كذلك تقييم اقتصادي لنتائج الانفتاح على الاقتصاد الدولي أو مع تقييم اقتصادي لنتائج الانفتاح على الاقتصاد الدولي من حيث الفرص والتأثيرات والحواجز في بعض الأحيان والتهديدات الممكنة، وسيكون تشجيع الانتاج المحلي الذي هو تقريبا أرضية أو انطلاقتنا في نضالنا من أجل إنتاج وطني وخلق ثروة وطنية. قلت يعتبر المرتكز الأساسي في خارطة الطريق التي سنتبعها لتحقيق أهداف استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى، وعليه ينبغي أن نبذل جميعا قصارى جهدنا وتوفير الإمكانيات الضرورية من أجل تنفيذ المحاور الآتية الستة: تجسيد مخطط التوزيع الذي سيشمل أسواق الجملة. ندخلنا في بعض الأمور التقنية اللي هي موجودة في أرض الميدان، لكن سننطلق في تعزيزها وإعادة صياغتها وإعادة قراءتها بمقاربة جديدة. قلت تجسيد مخطط التوزيع الذي سيشمل أسواق الجملة كفضاءات تجارية وقواعد لوجستيكية التي تم إنجازها على مقربة من ضواحي المدن الكبرى لضمان استمرارية التمويل والتقليل من التكاليف اللوجستيكية أو تلك التي سيتم وضعها لاحقا. لاحظنا أنه في بعض الأحيان موجود وفرة للمواد الأساسية الاستهلاكية للمواطن، لكن للأسف كانت فيها مشكلة خارطة التوزيع في مختلف أشكالها. لأن يعني خارطة التوزيع ما هوش فقط برنامج عبر الولايات، بل كان فيه أولاً منصات التوزيع، منصات أو الأسواق الجوارية والأسواق اللي هنتكلم عليها فيما بعد، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات وندرتها بفضل التوزيع المنتظم والعادل للمواد واسعة الاستهلاك. والغاية الأساسية هي ضبط السوق ومواجهة التلاعبات التي تؤدي إلى المضاربة والاحتكار. كذلك النقطة الثانية هي رفع وتيرة التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل امتصاص السوق الموازية. أقول امتصاص وليس ولا أقول القضاء، أقول امتصاص السوق الموازية واستيعاب الناشطين فيها لدمجهم في الأسواق الغير أو الأسواق الغير المستغلة، وهي أولوية بالنسبة لخطة عمل وزارة التجارة وترقية الصادرات. إذ قررنا ما يلي: إعادة توجيه فضاءات التجارية المنجزة والتي تبين بعد تقييمها، بعد ما تم تقييم حقيقي من طرف المصالح المعنية، عدم ملائمة هذه الفضاءات المنجزة لاستغلالها كأسواق تجزئة، بل إلى اختصاصات أخرى تسمح بضمان إيرادات إضافية إلى ميزانية الجماعات المحلية. وهنا نتقاطع مع وزارة الداخلية في إعطاء هذه الفضاءات وجعلها كعنصر من العناصر المنظمة للسوق الجزائرية، لأنه ما فيش فرق، ما فيش حاجز بين الأسواق التي تنجزها أو الفضاءات التي تنجزها وزارة التجارة والفضاءات التي تم إنجازها والتي هي موجودة كفضاءات تجارية في الكثير من الأحيان للأسف لا تلعب أدوارها وليست مسطرة ضمن برنامج وزارة التجارة وبالشراكة المباشرة مع وزارة الداخلية. إقرار كذلك برنامج مداومة أكثر فعالية بالتوازي مع العطل أو الأعياد الدينية، ورقم تعرفوا جميعا أنه تم في الآونة الأخيرة يعني تمديدها إلى 3 أيام، وبالتالي يستوجب علينا أن نتلائم مع هذه المعطيات. تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني بالإصغاء الجيد لمطالب الجمعيات المهنية للتجار وجمعيات حماية المستهلك الذين سيصبحون في لب العملية التنموية والتجارية في وزارة التجارة، وجمعيات حماية المستهلك والعمل على إشراكها في عمليات الوقاية
والمراقبة وحملة التحسيس ومتابعة مقترحاتها بشكل بناء، بل أكثر من ذلك إشراكها في سن السياسات المستقبلية التي تتكفل بقوت المواطن وصحته والمحافظة على حياته. تفعيل كذلك مخطط اتصالي وإعلامي فعال يواكب كافة المستجدات ويستغل كافة الوسائط والدعائم الاتصالية لضمان نجاعة الإجراءات المتخذة ومحاربة الشائعات التي تستهدف زرع البلبلة وتأثير على السوق الوطنية. ولاحظتم جميعا أن الأزمة اللي تسبت قبل رمضان في مادة الزيت، يعني ما هي الأمور كيفاش تم تناقلها للأسف في بعض الأحيان ببعض الوسائط وبعض الوسائل الإعلامية، والضرر اللي سبته للاقتصاد الوطني والفوضى التي سبتها في خطط التوزيع. كذلك ما نقضيوش على هذه الأمور فقط بالخطابات وبالتشكرات أو بتوجيه الشكر إلى من قاموا بواجبهم، والوقوف عندما بعض الإخوان لا سمحهم الله الذين يترصدون كل مرة يعني بعض الهفوات لبعض القطاعات لاستغلالها استغلالا سيئا. قلت كذلك الشروع الفوري في وانطلاق من اليوم في تعميم استعمال آليات الدفع الإلكتروني في كل العمليات والخدمات المقدمة سواء كانت رسوم أو غرامات، ابتداء من اعتمادها على مستوى هيئات وزارة التجارة إلى غاية تعميمها على مستوى التجار. نبدأ دابور المؤمن يبدأ بنفسه، نبدأ أولا بتعميم هذه الآلية. إذا كان حبينا نحط يعني تقييم لهذه العملية، شحرنا اليوم في الاتي بيو، شحرنا لاحقين من مجموع عدد التجار 2 مليون، شحال سي محمد؟ و 200 ألف، 2 ملايين و 200 ألف تاجر على المستوى الوطني، أبان رانا ننظروا في 50 ألف. يعني ما هي هذه النسبة 50 ألف تي بي او في التوزيع أو في لو بايمون إلكترونيك؟ 0.00 كذا. إذن بداية ما لازمش نبقاو نقود في خطابات جوفاء وفارغة. هذه العملية للأسف ما هيش تتقدم بطريقة اللي تأمل فيها الدولة كهدف من الأهداف الأساسية لمراقبة وتطوير الاقتصاد الوطني. أولا نبدأ بها سوف تفرض على مستوى وزارة التجارة في كل التعاملات سوف تكون بهذه الوسائط بهذه الآلية. تسريع كذلك الرقمنة الكلية لمستخدمي السجل التجاري وتطويرها من خلال رقمنة حقيقية لكل الإجراءات الخاصة به. وهنا نشكر مؤسسة CNRC في قطعة أشواط كبيرة في قضية الرقمنة، لكن لا تكفي. الرقمنة ما هيش فقط النميريزاسيون ولا اون سكان دي دوكيمون ونقول باللي عندنا الملفات راهي سكاني. الرقمنة في قطاع مثلا كمثل لو CNRC هي عملية أفقية تمس بطريقة كبيرة وتتقاطع مع كل الوزراء وكل القطاعات الاقتصادية. لذا يجب أننا نعاود النظر في قضية البلان ديفلوبمون انفورماتيك جلوبال اللي تطمح له الدولة وأمر به السيد رئيس الجمهورية، إلى أننا كل عملية رقمنة أو عملية رقمنة ستدخل في إطار الإي جوفرنمون أو في الحوكمة الإلكترونية عن طريق كل المؤسسات. لذا فيه مجهود تقدمنا به، لكن يبقى ما دام ما راهوش يلعب دوره في الاقتصاد الوطني. سيفري الحمد لله اليوم عندنا سجل تجاري مرقمن، عندنا كل الاجراءات المعلقه ب او التي تتعلق بالسجل التجاري هي موجوده ومرقمنه عبر واجهه الكترونيه، لكن فيه فضاءات اخرى يجب ان يغطيها هذا العمل. مع العلم ان العدد الاجمالي للمتعاملين الاقتصاديين على المستوى الوطني الى غايه 30 ابريل قد بلغ 2,661,915 مؤسسة رئيسية وثانوية، كما تم تعداد 1,648,255 مؤسسة حائزة على السجل التجاري الإلكتروني والتي تمثل نسبة 72.9% من مجموع التجار المسجلين على المستوى الوطني. عندما نقول 72% ما نقولش بلي رانا متأخرين، لأن نسبة السجلات التجارية اللي اليوم راهي غير موجودة، أصحابها ماتوا أو
حبسوا النشاطات أو تمثل ما يقارب 700 ألف سجل تجاري اللي موجودة اليوم. وبالتالي تقريبا رانا نقول رانا في 100% من السجل التجاري الإلكتروني اللي تم لحقنا له. وهنا كان فيه إجراء آخر إداري ستقومون به جميعا لإحصاء هؤلاء وتغيير القانون التجاري باش يكون الشطب يمشي مباشرة من تركة عملية إدارية ماهيش عملية قضائية، لأن هذا الشطب اللي 700 ألف يعني سجل تجاري لم يتم شطبهم لازم يمروا على القضاء ولازم كذا. وبالتالي هنا فيه تفكير للجنة مختلطة بين عدة قطاعات تقودها وزارة العدل من أجل تقويم هذه العملية باش يكون على الأقل عندنا أرقام حقيقية، لأنه إذا ما فيش أرقام حقيقية في الاقتصاد الوطني سوف تكون لنا للأسف نتائج تقريبية وغير مجدية ومجانبة إلى الحقائق الاقتصادية. وهنا ينبغي أن ألفت انتباهكم واهتمامكم إلى أن رقمنة السجل التجاري لا ينبغي أن تقتصر فحسب على وضع رمز الاستجابة السريعة لكود QR على مستخرج السجل التجاري، وإنما تتعداه إلى رقمنة كل الإجراءات إلى غاية الحصول على وثيقة إلكترونية 100%. وبغرض احتواء الشباب البطال ومنحه فرصة الحصول على نشاط تجاري سهل وفعال، فقد أسديت تعليمات واضحة باتخاذ إجراءات سريعة وجدية لتبسيط إجراءات الحصول على مستخرج السجل التجاري، وذلك من خلال تفعيل خدمة السجل المتنقل الذي انطلقت فيه الوزارة، الذي يمكن حامله من ممارسة نشاطه التجاري عبر مختلف النقاط بإقليم البلدية التي يقطن فيها دون التقليد أو التقيد بالعنوان. إذ تم في سياق ذلك استحداث 39 نشاط تجاري متنقل و 38 خدمة متنقلة يمتهنها الشباب بنسبة كبيرة. وهنا يفرض علي المقام أن أذكركم جميعا بالتعليمات المتعلقة بمحاربة كافة أشكال البيروقراطية على المستويات المركزية والمحلية، والالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة والضرورية خلال أداء مهامكم، لأن اللحاق بالركب يستوجب القطيعة مع كل أشكال التعطيل والبيروقراطية المنفردة في بعض الأحيان للاستثمار أو المعطلة للاستثمار والمحبطة للمعنويات. فلا مجتمع يتقدم ولا اقتصاد يتطور في ظل التسيير البيروقراطي البالي لمصالح المواطنين والتجار والمستثمرين. أما بالنسبة وفيه بعض الوثائق عندما نتكلم على محاربة البيروقراطية ما هي شعارات وما هي خطابات، فيه بعض الوثائق للأسف راح نتكلم عليها لليوم راح يتسبب أننا نزيد نمد السلطة الإدارية على سلطة الاقتصاد وعلى حرية الاقتصاد للأسف. وعندما تكون قرارات إدارية تأطر الاقتصاد تعرفون جيدا أننا دخلنا الشفافية في نفق مظلم، دخلنا النزاهة في نفق مظلم، دخلنا يعني نزاهة حتى موظفينا وأمنهم واستقرارهم في اتهامات لهم في غنى عنها في الكثير من الأحيان. أما للشق الخاص وقلت هنا نرجع لبعض القرارات راح نتناولها في ورشات ممكن مع الإخوان المديرين العامون في متدخلاتهم فيما بعد لوضع الأصبع، وهنا نطلب من إخواننا سي زبدي راه موجود والإخوان الموجودين معنا، أننا هذه الورشة سنعمل سويا على تخفيف كل الإجراءات البيروقراطية وعلى كل الوثائق اللي راهي اليوم تسبب بعض اللبس والشكوك وتضفي بيروقراطية إضافية على التعاملات التجارية والاقتصادية. أما بالنسبة للشق الرقابة فإن وزارة التجارة تعتزم خلال إقرار برنامج متواصل لمراقبة مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك والوقوف على شفافية الممارسات التجارية المطبقة من طرف مختلف المتعاملين المتدخلين في النشاط التجاري، حيث يتجلى دور الرقابة فيما يلي: أولاً مراقبة السوق على مستوى كل
سلاسل الإنتاج والتوزيع مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هيكلة الأسعار لستركتور دو بري، خاصة تلك المنتجات المستوردة. وهنا راح ندخل في بيت القصيد، راح هنا دور وزارة التجارة راح تلعب دورها الحقيقي، لأن للأسف كاين بعض السلع مستوردة بأسعار كل دول العالم في بعض الأحيان يأكلوها بسعر، عندما تلحق للجزائر يجيبها المستورد احنا نأكلها بسعر آخر. وهنا راح ندخل في لا ستركتور دو بري، راح ندخل في لاناليز تاع لي ستركتور دو بري. ما راناش في جو تاع اقتصاد ممركز ومسير وعنده ايديولوجيه معينه وراح نسقف الاسعار، لا ما نقولش هذا الكلام. راح ندخلوا في عمليه اقتصاديه حقيقيه، لان دائما نعطي هذا المثال، باكي تاع روز ياكلوا الاوروبي ياكلوا بسعر، لان الاوروبي ما ينتش الروز، يستوردوا كما تستوردوا الجزائر، ياكلوا بسعر لكن الجزائريين ياكلوا بسعر اخر. وراح ندخلوا في لب الموضوع لتوضيح كل هذه الامور وكل هذه القضايا. كذلك قلت انه بعد دراسه هيكله اسعار لبعض المواد سجلنا هوامش ربح غير مبرره وغير مقبوله في بعض المواد، خاصه تلك المستورده، وذلك على الرغم من الانخفاض الكبير لتكاليف النقل والشحن الدولي مقارنة بفترة جائحة كورونا. جائحة كورونا كان الكونتينر باش يجي من مكان إلى الجزائر السعر تاعو عرفتوه شحال طلع، لكن اليوم نظن بلينا بدينا نرجعوا وبدينا نتقرب إلى السعر اللي كان قبل جائحة كورونا. إذا فما فيش دواعي حقيقية واقتصادية اللي تخلينا ملتزمين بهذه الأسعار وإحنا نشوفوا فيها كلنا جميعا كمجتمع. وإنني أنتهز هذه الفرصة لأطلب من كافة المتعاملين الاقتصاديين أن يراجعوا هامش الربح. احنا دائما نحل باب النقاش وباب الدعوة الأخوية وباب الدعوة التشاركية لكل هؤلاء أن يراجعوا هامش الربح المطبق على كل المنتجات المسوقة في الجزائر، حماية للقدرة الشرائية للمواطن وانخراطا منهم في استراتيجية الدولة وجهود السلطات العمومية إمكانية تصنيف المتلاعبين بأسعار المواد. وهنا حبيت نحل قوس، لأن قانون المضاربة للأسف موش فقط اللي راح يخبي شكاير تاع الحليب ولا اللي يحب يخبي شوية تاع بطاطا ولا ما يصرحش بها، هذا تطبق عليهم قانون المضاربة. لكن المضاربين راهم يجيبوا عن إيدي روجيس كوميرس نتاع مستورد ويروح يجيب مواد اللي هي ماهيش موجودة في السوق ويخبيها ومن بعد يولي يضارب بها. وهذا هو تطبيق قانون المضاربة، نطبقوه دابور على الكبار وعلى اللي هم يتلاعبوا بأرزاق المواطنين. وهنا نقول بأنه يجب، احنا رانا نحصي في إنتاج وطني ورانا نحصي في أماكن التخزين سواء غرف التبريد أو فضاءات التخزين، لكن راح نمشي إلى أن قانون المضاربة مش مقبول نهائيا. أنه سعر مثلا مادة من المواد الغذائية مثل الموز يتلاعبوا به بعض المضاربين، خليني نقول مثال فقط، من 80,000 غدوة من ذاك كان شوية خوف وكذا أصبح يدير 35-40,000. هذه فاش نصنفها ونطرح سؤال هنا؟ إذا كان قانون المضاربة ما يتطبقش على بعض المضاربين في السوق واللي هم حاكمين قوت الجزائريين، إذا ما نقولش فقط نحيلهم للريجستر وما نقولش فقط نديرهم في القوائم التدليسية، لكن نقول نمر إلى تطبيق قانون المضاربة على هؤلاء جميعا. مواصلة عمل، لأنه الحمد لله ما راحش يكون عندنا مجهود كبير، الإخوان الملتزمين ونشكر الإخوان اللي لعبوا دور في قضية خفض سعر الموز مؤخرا في شهر رمضان، لأنه فيه أولاد الفاميليا كثار وفيه اقتصاديين حقيقيين وفيه مواطنين، فيه ديجو عندهم دي روجيس كوميرس ودير هذاك الروجيس شغل بطاقة مواطنة في جيبه موش فقط وثيقة ربح. كاين مناظرين الحمد لله موجودين اللي راح نسيروهم وهم اللي راح نشتغلوا معاهم إن شاء الله، لأنهم عندهم جمعيات ومنظمين في جمعيات مجتمع مدني وجمعيات مهنية، هم اللي راح نستعملوا معاهم باش نضيق الخناق ما نستطيع إليه قدرا على هؤلاء المضاربين اللي موجودين وما زالوا موجودين في السوق الوطنية.
كذلك مواصلة عملية اعتماد مخابر وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة الجزائرية للاعتماد، وذلك بعد الانتهاء، لأن الرقابة سيفري تكون على مستوى لي دي سي وي، تكون على مستوى لي زانسبكسيون تاعنا، لكن كذلك المخابر اللي موجودة بقوة واستثمرت فيها الجزائر لازم أنها تلعب دورها. وهنا نتكلم على الانتهاء من العملية الأولى من خلال اعتماد 8 مخابر وبرمجة 9 مخابر أخرى، كما سيتم تعميم هذه العملية تدريجياً على كل المخابر الأخرى بما فيها أي عملية الاعتمادات بما فيها المخبر الوطني للتجارب. كذلك تعزيز الرقابة الحدودية على المواد المستوردة، فيها مواد كثير مستوردة تتطلب منا أن نحل عينينا مليح. وهنا نقول للحد من المنتجات المقلدة، حيث سيتم وضع حيز الخدمة مخابر متنقلة مجهزة تتوزع على 8 مفتشيات حدودية، الجزائر سكيك دعنابة جيج الوهرن بجاية مستغانم وتبسة، من أجل تفعيل الرقابة التحليلية للمنتوجات المستوردة على مستوى الحدود. كذلك الإسراع في تجسيد شبكة مخابر التحاليل والتجارب من إعداد خارطة وطنية، مع إعداد خارطة وطنية رقمية لمخابر التحليل تضم 167 مخبرا موزعة عبر التراب الوطني. كذلك الشروع، سيتم الشروع الفوري في رقمنة عملية الرقابة من خلال إعادة تفعيل وتطوير النظام الإعلامي المتعلق بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى بعض الولايات النموذجية. سيدي نحدد بعض الولايات النموذجية، ولاية بيلوت، ليتم تعميمه فيما بعد على المستوى الوطني. عملية كذلك رقمنة على مستوى المفتشيات الحدودية، الرقمنة ستسمح بتحديد مسار الحاويات فور دخولها إلى التراب الوطني وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، وبذلك تتمكن مصالح وزارة التجارة من معرفة آنية بمكان تواجد السلع المخزنة وكيفية استغلالها من طرف المتعامل الاقتصادي للحد من الغش والتهرب الضريبي ومشكلة الفوترة وغيرها من المخالفات. كذلك رقمنة ومراقبة مطابقة السلع والبضائع المستوردة من خلال التنسيق مع مصالح الجمارك بغرض وضع حيز تنفيذ الشباك الوحيد لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد وعبور والتصدير والسلع والبضائع أو عبور السلع وكذلك التصدير. اتخاذ تدابير حازمة من أجل وضع حد نهائي للمخالفات المتكررة التي للأسف لا زالت تسجل في الأسواق الوطنية على غرار مخالفة عدم الإعلام بالأسعار واحترام النظافة والنظافة الصحية، وشفتوا عدد التسممات اللي كان موجود حتى في شهر رمضان. العمل كذلك بإجراءات استباقية لتفادي أي اختلالات في السوق الوطنية، حيث أمرنا مختلف المصالح المعنية بالشروع في تنفيذ مخطط استباقي تحضير لعيد الأضحى المبارك وموسم الاصطياف وكذلك الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي، لأن يعني وزارتنا معنية مباشرة بالدخول المدرسي والدخول الاجتماعي وعيد الأضحى المبارك وكذا موسم الاصطياف. من خلال تكثيف الرقابة الميدانية والوقوف على مدى وفرة المنتوجات أو المنتجات التي يكثر عليها الطلب حسب كل موسم لتدارك كل نقص وتفادي أي إشكال أو أي إشكالات محتملة الوقوع. كذلك تعزيز آلية محاربة كل الممارسات التجارية غير المشروعة، لا سيما المضاربة، كنت تكلمت عليها، وهذا الشق الثاني في المضاربة، من خلال إقرار برنامج خاص بالتنسيق مع كل المتدخلين يسمح بضمان وفرة منتظمة للمنتوج أو المنتجات، وكذا متابعة دقيقة لمستويات المخزونات لا سيما المنتوجات الفلاحية والغذائية المتواجدة في غرف التبريد وفضاءات التخزين، مع الإشراف المباشر على عملية التفريغ التدريجي